نحاول نتصل عبر سكايب لأن الصوت فيه وشي عالي. تسكر إذا في إمكانية على الهانج آوت، إذا ما زبطش نرجع للهانج آوت. الو هون احسن؟ افضل. نعم. تفضل كمل، احنا في سلايد رقم 7. ايه بس هون احسن الصوت؟ الصوت هون افضل. بشتغل على موف مطار تراكم كل الجهاز اللي بيتم في العربي، بشتغل على statistical guidelines for diagnostic inclusion temporary anti-normalization. الكلام اليوم رح يكون عن البارت اللي بعلاقة بالانتي انتي-detection extraction ignition and extraction. سلايد نمبر 8 نبلش شوي فوق. So في two domains الناس تقوم مع بعضهم بس في فرق بينهم. في computation linguistics اللي هي concern with الهدف من مشتغل computation linguistics هو نبني model computation model للغة أو features من اللغة، ويكون هذا model active بغض النظر عن هدفنا من استخدامه. ممكن ما يحط هدف بس هدف من استخدام المود. مثلا نحن عم نبني logical analyzer بكون عم نبني computation linguistics، ممكن نستخدم تكنيك اسلامي للنبني، بس هون بكون عم نعمل موديل للتحليل الصوتي باللغه العربيه، وهون بيشابه بشو يعني تحليل صوتي باللغه العربيه. لما نعمل natural language processing بكون عم نشتغل على automating the understanding of natural languages، هن يا اما يكون text يا اما speech collection أو أكثر من ذلك. تاسس اللي بيستخدموا الكمبيوتيشن لينجويستكس والناشونال لانجويج بروسيسنج ريكواير عادة داتا سيتس وورد، أغلبهم بيستخدموا ماشين ليرنينج تكنيكس وورد داتا سيتس. مثلا عندكم ماشين ترانسليشن تاسك اللي شغلتها مابس تكست سنتنسز باللغة الأصلية جمل بلغة ثانية. انفورميشن اكستراكشن شغلتها تاخذ تكست بنص موجود وتعمل له مابينج لانتيتي كاتيجوريز. هذا الشيء هو اسم مكان، هذا الشيء اسم شخص، هذا الشيء اسم مؤسسه، وتربطهم ببعض. في طبعا ابلكيشن ثانيه سبجكت انتربريشن كاستمايزيشن انتربريشن ابلكيشنز موجودون ايضا في سبجكت. خلينا نخش يعني انتيتي. انتيتي اسم هي سايد نمبر تان، اتوميك اليمنت يعني عم نعرف الانتيتي ان جنرال اني اتوميك انتيتي اوف اكس، اني اتوميك اليمنت اوف اكس وي كان كول ات. هلا سم اوف ذم ار انترستنج اوف انترست تو اس، سم اوف ذم ار نوت انترستنج، اند وي كان بارتيشن ذم ان كاتيجوريز. اول كاتيجوريز بتكون اصلا كاتيجوريز اللي على الاغلب او نحن طالب تبعولنا هدفنا بيكون في انترسكشن بين مثلا person names, patients, professions, quantities. ما بدنا يكون في بيناتهم intersection، في حدود خاصة بينهم. ممكن يكون distinguished with features مثل action verbs, imperative verbs. Could be also attributed of يعني عندهم linguistic features شبيهة ببعضهم. أو could be missing من التكست. يعني ممكن أنا أكون عم دور على entity بس أكون عم استخدم صيغة المجهول passive tense بس الانتيتي ما بكون موجودة، فاعل ما يكون موجود. أو في كون ضمير فما بكون الانتيتي
مرات الانتيتيز كمان بيكونوا كونتكستوال، يعني في عندي ديكتيشن لهم بس ما بقدر افهمها الا اذا ما فاهم دولز. شغلنا راح يكون مبني، يعني شغل اللي نحن مهتمين فيه هو على الانتيتيز الموجودين، الانتيتيز اللي نحن عندهم. سلايد نمبر 11 عم نعرف ريليشن انتيتي. ريليشن انتيتي هي one of the entities that links other entities. مثلا verbs بيعملوا ريليشن بين subjects وبين فاعل وفعل. إذا كلمتين موجودين بقلب النص قريبين من بعض occurrence in the text is the basis of the relation. طبعا الverb يربط الفاعل وفعل بدي يكونوا كمان co-occurring in the text. يمكن هذا الايتم بس يكون فوق. وفي ريليشن مش بس من النص، يعني يكون خارج النص. ممكن لاقينا قبل نص النص، بس هاي الريليشنز تكون موجوده عندي. انا عندي ريجولار اكسبريشن او عندي باترن او عندي علاقه بيكون مقدور عليها بالنصوص. حتى شايف بسميها ريتوريكال ريليشن، كان بيجيفن ان تمبلتس، كان بيجيفن ان اذر فورمز. ريجولار اكسبريشن از باترن. نضم شوي على اللغة العربية والأنتي أنت ليش أنت بسعيش باللغة العربية. باللغة العربية مو موضوع أصعب من اللغات اللاتينية. واحدة من المشاكل البسيطة واحد ينتبه أنه مثلا بالنايم بالكيس عم ندور على أسماء الأشخاص. اللغة العربية ما عندنا شيء اسمه بالكيس. طبعا إذا حدا عنده سؤال بتمنى أوكي. كمان عندنا مشكلة ثانية اللي هي عربي بس مفهوش إنجليش. اللغة العربية مستحيل صرف فيها أغنى من اللغات اللاتينية on average. اللغة العربية on average أغنى من اللغات اللاتينية. كمان مور ambiguous than Latin. واحدة من الأسباب هي مثلا الحركات الناقصة باللغة العربية بكتاب اللغة العربية. واحدة من الأسباب الأحرف اللي نشوفها موصولة عن بعض حبها، يعني مرات ما بحاجة نحط سبيس لأفصل تاء المربوطة عن الألف اللي وراها، هون بيكون كلمتين. حتى التوكنايزيشن باللغة العربية صعبة. بدها AI إذا بدي أعمل توكنايزيشن مثلا SMS مسجز العالم عم توفر حرف للمسج. نفس الشيء بالريليشن اكستراكشن، البروبلم باللغة العربية شوي أصعب. لأنه مثلا في جمل باللغة العربية ممكن تكون في عمل جمل بدون أفعال. فواحدة من القصص لبناء لنقول basic corpora basic relations للغات اللاتينية هو نطلع بالفعل، نشوف من الفعل ونحاول نبني العلاقة. بينما باللغة العربية هذا التطبيق نفس الأبروتش صعب جدا، لأنه في عندنا جمل كثير ما في أفعال. طبعا ما في نطلب من كل الناس يكتب جمل فيها أفعال. في شيء ممكن يساعدنا بالاناليسيس هو بحد ذاته صعب بس ممكن يساعدنا بالاناليسيس اللي بنسميه كروس دوكيمنت اناليسيس. كروس دوكيمنت اناليسيس الفكره الاساسيه منه انه انا احاول اربط بين النصوص، يعني عندي مجموعه من النصوص فيها معلومات متشابهه، احاول اللي بقدر اتعلمه من النص الاول استغله ليساعدني اتعلم اشياء جديده بالنص. أنت بقدر لقيهم بنص معين، بقدر لقيهم بالنص الثاني، مع سلايد 13. فخلينا نفكر إن عندنا التكست لول اسمه اتش، التارجت تاعنا هو المعنى سيجمنتيشن لاتش بسبب البوكس. بشكل دي 1 دي 2 دي ان هن كونكتينيتد بيعطونا اتش. بدنا نلاقي بكل وحدة من هول الدوكيومنتس انتيتيز هي اي 1 اي 2 الى اي ان، وبعدين كنا نلاقي ريليشن هذا الهدف العام بين الانتيتيز اللي لقيناهم بالدوكيومنتس. هاي الريليشن هي عبارة عن كارتيجن برودكت، مجموعة اي ضرب مجموعة اي ضرب ليبلز، والليبلز شو معنى هيدا الريليشن؟ شو يعني هيدا الريليشن؟ مرات كل الليبلز بتكون جايبينهم من الانتيتيز، ما حكينا قبل اذا كانت الريليشن كونتكستشوال او اي انتيتي، مرات بنكون جايبين ريتورن اي من بيكوبلز سيرفن ليبل على هاي الريليشن. طبعا اي هي اليونيون لكل هول ستاتس، اللي بالدوكيمنت عندنا اي اي هي اليونيون لكل هول ستاتس.
واحدة من الأمور الأساسية بالكروسوفيك أناليسيس بقدر نعمل كروس ريفرنس. يعني إذا أنا قابلت لقيت أنتيتي بـ D1 اسمها E1 مثلاً، لقيت أنتيتي بـ D4 اسمها E2، كيف أعرف الـ D1 و D2 هول اللي ريفير تو ذا سيم ديفرنت تكست؟ يمكن يكون تكست هو زي يكون حل الجيم، يعني اثنيناتهم مثلاً جامعة ميوزيك، فإذا اثنيناتهم اسمه جامعة ميوزيك يكون حل الجيم. بس إذا كانت مثلا ما عندي جامعة ميوزيك مكتوب شيء ثاني بيعني جامعة ميوزيك، بس بير زيت مثلا، اي بير زيت فقط، او حتى ممكن ما يكون فيه اشتراك بالتكست نهائيا. الجامعة فهل بقدر مثلا اهم جامعة في رام الله؟ يعني في عنا تكستشوال تشون بس ما بيربط فيها، فعندنا مشكلة اللي هي هاو بي جو اند كريت ذيس كروس ريفرنس وبقدر نعمله بالعربي. فالكروس اذا بنروح على 14 في عنا شيء اسمه كروس كوبيك ريسبونس. عنا الاتش اللي هو ممكن يكون عندنا هلا من نفس هذا الاتش، بس هلا عندنا اكثر من ممكن. يعني الاتش بحد ذاته قسمناه الى مجموعه دوكيومنتس، مجموعه دوكيومنتس دي، بس عندنا كمان اكثر من واحد. لنقول الاتش هلا صار ثالث، يعني قبل كان الاتش ثالث وبعد كابتر، هلا عندنا مجموعه كل واحد حط له هو الاتش واحد، يعني الاتش واحد اتش بي اتش بي، وعندنا مجموعه ثانيه بي كمان في ممكن بي 1 بي 2. وعندنا نحن براسنا مش المفترض ما عندنا relations براسنا، عندنا RH اللي هي تعمل categorization للبوكينج سبيل بي H. يعني مش بقول نوعية الكتب، نوعية ال H هي ألف بعضها، نوعية الكتب بي هي نوعية ثانية. راح أعطي مثلا بعد شوية، مش بنقول مثلا الحديث اللي هو مشاريع، واحدة من المشاكل اللي نحن لازم نعالج نوعية أول نوع هو الحديث النبوي اللي هي نصوص إخبارية فيها أسماء أشخاص وفيها نص كثير. وثاني نوع من التكست اللي لازم نعالجه نصوص لازم نعالجها هي بايوغرافيز للمحدثين، يعني نبذة عن حياة المحدثين. فعادة اللي بيشتغل بهذا المجال لازم يعالج هون النوعين. فهون بيكون الـ H1 H هو الحديث، الـ B هو بايوغرافيز. فأنا الفكرة إذا طبيعي السكولر اللي عم يشتغل بهذا الدومين براسه بيعرف شو هي الأرقام، شو بيعرف شو هي الأرقام، بيعرف شو طبيعة الحديث، بيعرف شو طبيعة البيوغرافيز، وكمان بيعرف إنه في علاقة بـ RH بتربط النصوص الأحاديث للنصوص البيوغرافيز. فنحن بنجرب نستفيد من RH، RB، RHB مش بس في الحديث والبيوغرافيز، مجموعة كبيرة من هذا الإكزامبل، بس بنجرب نستوعب مجموعة كبيرة من الإكزامبل حتى نطلع شوي. فرح نقول إنه إذا قدرنا نعرف شو هي آر إتش، شو هي آر بي، قدرنا نلاقي آر إتش بي، هدفنا إنه نكون جراف جي إتش اللي هي الإنتيتيز بالآر إتش والإنتيتيز والريليشن بيناتهم، الديكس بين هول الإنتيتيز، الإتشز جايين من الريليشن آر إتش. الجراف جي بي اللي هي الإنتيتيز بالبي الريليشن بيناتهم آر بي. ونحاول نربطهم مع بعض الحقيقة. رح نجرب نحكي كيف رح نستخدم، كيف نعمل هاي الأشياء عبر examples و where these things actually apply. And then take it to public. الفكرة إنه نستخدم graph algorithms و نتكت cross document correspondence بعد ما نلاقي الألمنتس اللي actually. نروح على slide 15، بنبلش من some hypothesis. في عنا working hypothesis، this is accepted in general in places we can solve problems. Working hypothesis between named entities of the same kind happen at the proximity of each other. And if I have two entities that are of similar kind and they are in the text document, they should be cohabiting. They should be in the مكان the بيئة يعني قريبين من بعض. فالهايبوثيسيس هاي بتقول ان البوزيشن اوف انتيتي ار قريبه من انتيتي ار تايب بلس 1 تحت سيرتن ثريشولد. فعندنا هذا الثريشولد، اغلب الشغل انه نحن عم ندور على هذا الثريشولد. واحده من الاشياء ليش من جاي هي الفكره جايه من انه اللغات منطقيا في عندنا باراجرافس وعندنا سنتنسز و
والناس تقسم نصوصها على هذا الأساس. ما حدا بيكتب بطريقة طلب، الناس بتكتب سيكونشال، فعلى الأغلب الأفكار والمعطيات لما تتوارد على ذهن الإنسان تتوارد بالأمور اللي هي بنفس الصيغة الوصفية رح تجي مع بعض. وشغل النهار رح يكون طريقة إنك طبعا في نصوص النصوص مثلا من جنريتد راندوملي ما رح يطلع على شيء. النصوص اللي جاي مثلا من سيرش على الانترنت يمكن ما يطلع على شيء صحيح كمان. بس احنا الهدف تاعنا هو الابلكيشنز وورترا اللي ميد الوركينج هاي بوسيبل ان هوبسز هولز. سو ويلكم كونسيدر تو كومبلمنتري يعني مغلق اعظم شغله اكبر شغله اكثر شغله هون رح تطلع على طول هذا مثلا بالليترشر رح ناخذ النريشنز بالحديث والبيوغرافيز بالجينيولوجي في يعني علم تتبع شجرة الأم إلى شجرة الأهل family relations رح نشوف الأخرافي الهيستوري بين family relations مطلق family relations بالتنبرال entities رح نشوف schedules نشوف devices رح نربطهم مع بعض. هلا هولي معلمين لأنه عاملين شغل عليهم وخالص شغل عليهم ثلاثة الباقيين بعض ما خلصت شغل. مثلا ترافل أنا عندي itineraries وعندي land plans مثلا عندي خريطة أو عندي كتاب جغرافيا بين الحدود بين البلدان أو بين المناطق بين القطبين الأمريكيين وعندي حدا عم يخبرني من وين لوين بعض. هولي نوعين من الدوكيومنتس فيهم نفس المعلومات نفس الفاكس نفس الانبيس بس المعلومات مختلفة. لا علاقة بين ممكن نطلع بسكيورتي ريكوردز مثلا انفستيجيشن اللي هو عبارة عن واحد يروح لمكان حصول الجريمة ويوصف المكان يشوف شو شاف شو في هونيك وانتروجيشن انه لا يعني في ناس مشتبه فيهم صم تم تحقيق بعض المفروض يكون في فاكس تشبه بعضها بهول اثنين ونقدر نقدر هلا شو الفكرة الأساسية؟ الفكرة الأساسية إنه واحدة من هول السكس بوتيمنس تحقيق فيها أو اكتشاف الانتيز وليش فيها تكون أسرع من الثانية رح تساعدنا نكتشف الانتيز الثانية سبب رح نبلش بالابلكيشن الحديث الطويل hopefully it's slide 17 حديث تعرفوا الحديث النبوي بيستخدم بالتشريع بشكل عام حتى يعني التشريع الشرعي اللي هو التشريع الديني ولحد ما مجموعه كبيره حتى من منها دينيه تستخدم القران كمصدر من مصادر من فوق الدستور او الدستور او غيره فهي دوكيومنتس تاريخيه مهمه كل الحالات ودراستها سكولرز من فتره طويله بيدرسوا بايوغرافيز أنا يتأكدوا من authenticity of the narration. يعني إذا أنا عندي حديث بيجي بطلع على هذا الحديث قبل ما أطلع النص مبنى الحديث بطلع السنة شغلهم إيه؟ يعني بطلعوا بس بتشوفوا مين هم الناس اللي حكوا هذا الحديث كيف أخبط طبعا بعضهم وكل واحد هو الأشخاص هل هو صادق هل هو كاذب هل هو اللايبل شو خط طبعوا عنه بالبيوغرافيز تاريخهم بناء على هذا الموضوع إذا عندنا مثلا محدث نعرف إنه كاذب سنة الحديث كيف ما عادش نصدق ما نستخدمه للتشريع ممكن نستخدمه للاستئناس للدليل بس بعد ما فينا نستخدمه كتشريع كل المدارس الإسلامية عندها هاي يعني يختلفوا على مثلا شو معنى المتن الحديث يختلفوا على تأويل الآيات بس بموضوع كيف أخذه كلهم متفقين على إنه نحن نطلع بالصلاة ونشوف صحة ودقة هاي فإذا قدرنا نحل هاي المشكلة يكون عندنا فمبدأ إذا عندنا كتاب حديث صار بيتين كتاب حديث هدفنا من أول شيء نضبط هذا الكتاب نقص إلى documents دي مون دي 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 الحديث هو narration وليد محمد الحديث بين contiguous narrations يعني جايين وراء بعض فينا نسمي كل واحد من الحديث حديث document إذا منروح على سلايد بولا 19 عندنا حديث example هذا واحد الحديث مثلا عن حدثنا طيبة بن سعيد عن حدث بن جمير عن عمارة بن عطاء عن شبرا عن أبي زرعة
وعن جاء رجل رسول الله فرى بسرعة أحد الناس بصحبته قال أمه قال ممان قال أمه ثم مات أمه قال أمه فعم نعمل شوية دعوة يعني هذا واحد الحديث اللي مشكلة عليها الناس لا في معناه ولا في إذا نطلع على هذا الحديث نشوف معنا قطيبة سعيد هو شخص طبعا قطيبة هو اسم سعيد اسم علام جليل اسم علام عمارة اسم علام يعني كل شيء معلم بالأنظمة كل شيء في حد بيس وير اسم علام البن هي علاقة عائلية حدثنا هي عن هي علاقة عائلية إذا هدفنا إنه نجي ناخذ هيدا الطقم قدرنا ناخذ هيدا لأين في الأسماء بتلاحظوا شغلة الأسماء جاية وراء بعض وبعدين عندنا لما نروح على متن الحديث ما بلقى عندنا يعني ما عندنا أسماء ناس فإذا نحن جئنا نلاقي أسماء أشخاص بس يصير في فرق ما في أسماء أشخاص مع اعتبر إنه قطعنا على حديث ثاني بس نبدأ أسماء داي أسماء ناس ثانية صرنا في ثاني حديث فإذا نستخدم هذه التكنيك ممكن نفرق بين كتاب الحديث شيء قدرنا كل أول شيء اللي هي أخذنا الكتاب وصلنا الحديث لمجموعة documents هلا بصير مشكلتنا هي إنه جوات الحديث نقدر نبني هذا الريليشن طيبة بن سعيد وطيبة طيبة اسم علام وسعيد اسم علام بس لأنه في بيناتهم بن حول الاسمين هم شخص واحد حدثنا جرير عن نقدر نفهم إنه جرير هو اسم شخص واحد ما إنه ابو العمارة ما في علاقة عائلية بينه وبين عمارة عمارة لأنه في بنات معلم. بدنا شيء بدنا نفهم يعني شو اللي بدنا فيه نفهم طيبة هو اسم علم. حدثنا إخبار طبعاً هي إخبار. مثلها مثل محمد بن عبد الله مثلها مثل حبيبي نبي الله مثلها كل هال بدنا نفهم كل أمور من الأخبار. فا هون بلش يصير الشغل عندنا N1, N2, بهذا الإكزامبل عندنا N1, N2, N3, N4, N5 الأسماء اللي هنا تحتفظنا عندنا المدد في بشريط العشد وعندنا اللي هو Sequence of these values عندنا طاح من الريتر في صعيد معناتها child of إذا عندنا شيء لغوي قلنا أنه طيبة من معنى تعولها هو child ابن يعني نقدر نحلها بشيء نفس الشيء لبقية فإذا نوصل لسلايد نمبر 3 عكفنا أنه ذكرنا حلة نجي لأين نقدر نبني الريليشن الموجود بسلايد هي ريتوريكال ريليشن موجوده بالذهن انا راح اقول انه عندي ريليشن واحده منهم هي نريتد فروم واحده منهم هي تشايلد وبيطلع معنا هاي المجموعه من الانتيتيز بس السلايد 20 في عندي الان روبوت كيف قلبوا قطيبه عامل لهم ماركينج بال اي 2 وسعيد عامل لهم ماركينج بال اي 4 وبن عامل لهم ماركينج بال اي 3 سم روبوت نقول بن هي أبقى من البعض. يعني صار ما نقول من يأنتي بس هي ريليشن الأنتي تربط وطيبة بسعيد. فميزنا الشيء اللي هو child يعني child عن الأنتي اللي هي names of person اللي هي أسماء علم وأنا بس يصير عندنا شيء اسمه بن رح نعتبر إنه هذا ريليشن الأنتي. نفس الشيء عملنا مع حدثنا. وقلنا من خلال هذا نعمل هذا الشيء من الربط هذا الـ relation
يعني قلنا هون عندنا أسوان
سوية يعني في مخصص الأمريكي عم تعتبر على العلاقة دي مش إذا قدرنا نستخدم فيجن قدرنا نستخدم الأتشبتس صالح الحديث قدرنا نعرف ما هذه qualifying statement صالح الحديث قدرنا نعرف فيهن الأسماء نفس الشيء قدرنا نفهم من يعني عنه وعن مثلا عنه وعن أنا هون لا أنا ما عندي قبلها أن أساتذته اللي بعدها من الدنيزي يعني هو خطر عن ثوري عبد الواحد وجرير بن فضائل والبقالي عبد الزرعة وعبد الرحمن خطروا عنه يعني هون عم يقول مش واضح هو المقال أستاذه هو أساتذته منه فلان وفلان وتلاميذه وفلان كيف حليت أولى بوضوح تعلق عن الحق وأخذ العلم عنه هون قال عنه وعن التلفع من عنه وعن اسماء اللي قبل هي الأساتذة لبعض ليه نفرض أننا نفهم هذا الشيء لأنه نوصل لمرحلة نقدر نأخذ صالح الحديث كلمة صالح الحديث أو شيء إذا قدرنا نقع مرة ببعض صالح الحديث بنفس الكتروفي نقدر نأخذ ليش البلغراف الفيزيكي اللي عندنا إياه وليه كلمة صالح قدرنا نعمل هذا الشيء مع كل الأسماء على في عندنا مشكلة كيف بنعرف إنه هاي البيوغرافي من أولها من عمار بن القعقاع صالح الحديث هي نفس الشيء يعني صالح الحديث هل هي لعبد الرحمن بن أبي النعيم والله هي لعمار أنا حاول نعرف مين هي هاي صالح الحديث هون فيها كل حيلا بعض أصلا مش بس لعمار وما بقدر يكون في طبعا بنحكي عم نحكي عن كتب سليم مش عم نحكي عن محققة صار فيها شوية بنحكي عن كتب سليم وصل لتحقيق ما مرق عليه مش معنى المحول الليمتس مش مطور من الموجودين الليمتس بين الحديث والحديث والبيوغرافي والبيوغرافي مش بسهولة يكون موجودين وإذا كانوا موجودين أصلا يعني عمل يضمن مش مطور مدري فيه يكون هذا فعندنا صالح الحديث عم تقول هيد ناريشنز على التالت وقلنا أنه في ريفرنسز للبروفيسورز ريفرنسز للستودنتس وهول الأشياء موجودين عادة بالبيوغرافي طبعا موجود فيه أشياء ثانية مختلفة من عاش ناش وشغلته يعني دي مجموعة من الأمور وفشل كل هو اللي فيها مغطى مثلا إذا قدرنا ناخد مع البيوغرافي قدرنا ناخد الوال انفورميشن نلحق من البيوغرافي خلينا نحط نوع من الموديشن للفري تبع في صعوبة ما راح نقدر جديد لأنه قلنا صح كيف نعرف هذه هي حدود البيوغرافي ما عندنا نفس نيم دنسيتي للوجود نيم دنسيتي ما بتصل للبيوغرافي أسماء متوزعة أكثر واحدة من التكنيكس اللي استخدمناها هون جينا قلنا نحن عم نقرا البيوغرافي نستخدم الحديث نستخدم هون عم نستخدم النص الحديث شو الأبش بيوغرافي هي اللي ما عم نقرا الجراف عند الأبش نحن عم نقرا البيوغرافي كل ما نقرا اسم رح نروح على هيدي الجراف طالعة من الحديث بقطع لا يا هون برضه بغلط رح نضلنا نلو وكل مرة بنعمل تحقيق بنحسب بنعمل هلا عم تحقيق بعيدة عن الوضع اللي عملناه ماركي قبل شوي أو مجموعة النص اللي عملناه ماركي قبل شوي إذا بعدنا نقرا يعني نحن عم نقرا عمارة بن القعقاع وقلت معنا أبي زرعة وفضايل وجنايد معناتها نحن بقلب نفس قريبين يعني بنفس هيدي الوجهة فكثير بعدنا يعني على الأغلب نقلنا بايوغرافي فرح نستخدم هذه الفكرة لحتى نلاقي البيوغرافي وبعد ما نلاقي مجموعة الأسماء اللي نون يحط بعضها نشوف مين الترتيب منهم يكون هو الشخص اللي نحن مهتمين فيه اللي هو صاحبه فهون نحن استخدمنا الانفورميشن اللي تعلمناه نحن بالحديث لحتى نسهل كواليفيكيشن للانتيتيز والكواليفيكيشنز للاكشوال سيجمنتيشن للبيوغرافيز للبيوغرافي اللي هي كانت على الميزة so this is a good example of using graph algorithms to detect entities and increase accuracy of entity relation and detection into related documents اللي مختلفين عن بعض فيهم نفس الفاكس فيهم نفس الانتيتيز اللي عن بعضها اللي عندنا child ناطق وخبر عندنا professor وstudent وفشل عشان عندنا طبعا هذا نفس الـ Annotation Time هذا قلنا الـ Annotation
شيء ما خبرناه قبل انه هيدا التري كيف طلعناها قبل كيف نحط طلعنا التري محل المحلات ممكن يكون غلطانين انه عم نطلع سنة طلعنا السنة كان ممكن نعمل اخطاء لو طلع مجموعة كثير كثير من السنة الاسعير وجبت نعمله ميرج هاي الاخطاء بتؤدي الميرج لمجموعة مشاكل بالجراف انا الجراس الريتوريكال جراف بتاعته بالجراس لازم تكون دايركتد اسيكتيك جراف واحدة من المشاكل اذا كنت انا مغلط البرودكشن المحدثين ممكن كثير البروبابيلتي عالية انه يطلع عندي سايكلز فبس لاقي سايكلز بالجراف بعرف انه انا كنت مغلط بالانتيتي ديتكشن اول لما جرب اعمل بريكنج لهي السايكل في مشاكل تانية كمان مشاكل تانية مهمة بس نحلها بعد هي كيف تعرف مين هو الأشخاص هذا الشخص زين طيب رح يروح بأكثر من كذي شفنا جراية إنه فضيل إنه فضيل بس أبي زرعة هو ابن عم أبي زرعة هو ابن عم وفي intersection بس مثلا نفرض في محل عندنا ضمن القعقاع عمارة ضمن القعقاع مالي بس عمار مش القعقاع ما مالي مثل ما مالي جولي رجلون بدون سكين فكيف نعمل هذا الشيء؟ أنا هذا الشغل هون في سلايد يقول طعم في سلايد 28 في شوي شو عم نعمل للحل مبدئياً في سلايد 28 جينا تاكس تاكس عمود الحديد عم يروح الموكروشكال أنالايزر مثل البوكي الموكروشكال أنالايزر عم يروح على تشك على الموكروشكال تاكس عم يطور عم يقول أنا هل في كتجري سوانت تجري سامنتيشن سيستم موكروشكال سولوشن لهذه الكلمة اللي عم يطور هل هي دي ما هي بيرسونال دي جبنا مجموعة من لحظة نقولش يعني دي جبنا مجموعة كبيرة من الأصناء اللي هي أصناء ورد في النصوص القديمة وعملنا لها أنوتيشن هي أصناء شغل يدوي وقلنا أن هاي هي أصناء عربية وعملنا لها أنوتيشن هي أصناء طبعا عملنا شيء اللي هو يمشي على هاي الأصناء ويشوف الديستنس بينها وفي ثريشولد بيقول إذا كان هذه الأصناء تتابع بيناتها أكبر قطعنا الثريشولد معناتها قطعت الشيء حصلتها على تشين تزيد تشين على تيبل اوف تشينز اذا لا كفي سبيك مثل التشين كفي تعمير التشين منهم بيطلعنا ليست اوف تشينز بفلتر ذا وانز اللي هن الكابيتال تعويضهم اكبر من سكند هون في هيورستيك رول الحديث انجمع بفتره معينه من الزمن الاجيال اللي مرقت من الرسول لهيدي الفتره من الزمن وقفوا فإذا عندنا كاردينالتي أعلى من هيك بتكون في غلط في شيء غلط فبنفلتر الأرض وأكشلي بنطلع فيها يوميا ونشوف إذا غلط بنجرب كل واحدة من الأسماء اللي حاطينها غلط والألفاظ اللي إحنا معتبرين غلط وواحدة من الألفاظ ناقصة سو أونج اللي هو الأوتوماتيك جنريتور جرافيك ابستراكتر اللي هي أول بحللهم هنا عم تتطوان بسلايد 28 تتطوان نمبر فورس فريق الميش تنسيق اليوروبيين والمين بعدين نشوفنا الزون نوصل نحكي عن كيف نعمل نوع نحكي عن فيه كل شوية قيد دي بروجيكت لما الريتر اكستراكشن بصير زي البروبرتيز اسماء العمل هنا في كونكشن بسايد كونتينر في كونكشن بينات الانترنال ريليشن ريليشن سكريبتس مثل وهذا الشيء بيعطيني شيء بسميه كومبلكس ناريتور انا ببلش اول من اسماء العلامات وببني هذا الكونكشن ناريتورز علاقه بيناتهم هي ناريشن سكريبتشن مثل عالم محدثه وببني هذه العلاقه في فبمعملي كل ناريتور تشين اكستراكتر لو فتش على هاي العلاقه اللي هي اسم علم علاقة عائلية اسم علم علاقة تحديث اسم علم فتش عليها ويرد
mainly using the finite state transducer to label the product, the recommendation from the one, to move up to the slide, etc. Then, the most slide 32, عبد الله بن عمر في مول ابن عمر رضي الله عنه. وفي مجموعة من الأسماء في أكثر من بني إيش مثلاً محسن أحمد السوري أو مثلاً محسن بن أحمد الكوفي محلد بن أحمد العراقي يكون نفس الشخص. يكون في عندك محسن أحمد المصري الكوفي العراقي نفس الشخص الكوفي هو في مدينة العراق بس مع أنور الاسم. يعني إذا طلع بالتكست بس الاسم بيعمل ناتش أكثر بيستخدم التكتيكال كورفرنس ريليشن في لينشتاين في الأدب ديستانس والله كتير بيطلع معي إنه هو منهم بس الأشخاص فالتربيشن ماتريكس من لينشتاين في الأدب ديستانس ماتريكس راح يشتغلوا بشكل جيد. بطنا ماتريكس حلوة من الفاريشنز مثلا كمان كل الفاريشن مثل الحسن والحسن نفس الشيء مثل ممكن ابن عمر وعمر في في تكست في انترسكشن عالي بين الاثنين الكواليفيكيشن كمان لازم نقدر نستخدمها او نقدر نعمل ايجنوري مثلا ممكن تفرق الكوفيين والعراقيين سلايد 33 نقول نستخدم المورفولوجيكال لا نقدر نحسب شيء نسميه structural distance. structural distance بقدر ياخذ into consideration كل هاي ياخذ العلاقة بشكل تدريبي من الاسم qualifications subset relation بين الأماكن والبلدان اللي هي subset ونشوف the distance بين طول الريد والطايف هي أكبر من threshold معين ونقول بذكرنا بالهيز يكون smaller than the slide. إذا القصص بيناتهم أصغر من أو كنت سوف ساعتها أنا أقول لك طريقة المنزلين في السيئة والمنزلين في السيئة تقول لك كيف نعملها ناخد من الأسماء كل اسم من الأسماء نعتبر ناخد هذا الاسم تقول هذا الاسم إذا أنا بأخذ من Textual Control Principle بعتقد عندي مثل بعد شوي إذا عندي طيب فيزيكس كل شفع عليها أي سلايد؟ نمبر 6 اوكي مثلا عندي عمارة متقاطعة الفيزياء إذا أنا بعرف إنه هذا العمارة متقاطعة الفيزياء بعرف إنه أخذ الله هو المورفولوجيكال يعني كمل تقريبا بعرف إنه هذا عمارة متقاطعة الفيزياء ممكن يولد بمجموعة من هي عمارة الفيزياء قبل التقاطع الفيزياء عمارة متقاطعة عمارة كل واحد منهم يستخدم قاطعة الفيزياء فيها فينا منها الألف من القاطعة فينا منها الألف في الورد كل اسم له ability الأكسل هو الأكسل هو الأكسل عنده ability يعمل generation the most فعمارة القاطعة الفيزياء يقدر يعمل generation بسرعة يعني عمارة بيقدر يعمل جنريشن فإذا أنا بلاقي عمارة متقاطعة في الماكس بتكون سكور سبعة وتسعين إذا بلاقي عمارة في بتكون سكور في أو سبعة عمارة إذا عندنا عمارة في متقاطعة في يكون الانترسكشن بيناتهم اللي هي واحد على سبعة عارف زودها في السوق نستخدم الجنريشن ناخذ الماكس اللي عندي اللي هو لسه مش خلص والله عموما الجنريشن بعض معين الكوريكا ريليشن اللي انا عارفه اياها نشوف انها
اسماء شو في اسماء بتطلع من هاي الريليشن وعلى اساسها بعمل هذا الشيء بتمثل بهاش ديتا اللي بتصير اسرع يعني كل انسان بتطلع بهاش كل اوتي بي هاش ديتا كلهم بيروحوا على نفس الاسم كلهم بيروحوا على نفس الاسم فهون بنقدر نعرف الاسماء العربيه اللي هي اسماء العربيه اللي فيها علاقه بالنوبه بطريقه اسرع بنقدر نروح مع بعض بنحاول نتنمر على الاكيرسي لحتى نقدر نعمل لكن الكروس ريفرنس بين الاشخاص اللي بالاسامي اذا بنطبق نفس بسبب قوانين بنعمل شيء بنقدر نربط العمارة بالطبقة مع الروتيشن مع الروتيشن مع السيرفيس اللي بنقصد تعوده P1 and P4 P2 مع students اللي اسمهم USB لما قدرنا نعرف إنه عمارة من الماتشين مع بعض. نفس هذا البروفيس كمان بساعدنا حتى نقدر نعمل هاي أكريسي بالبيوت. نفس الأسماء موجودة صار كتير بتشوف حد كتير فصار كان تمشي كذا بالبيوت نفسي هاي الأساس. so هلا إذا ما استخدمت المرضى الحديث فيه وين راح في زمان وصرحت بالمرضى ما في فكرة تتابع الأسماء بيوصل الصراط عن المكان. فبحاول نعمل Which basically means
العلاقة بالبيشن والتمبرال والعلاقة بين الأديان والمدن والفاشنز talking about all these مشابهين so the cross of analysis significantly increases the activity examination في اللغة العربية خاصة بهذا نكفي عرف صفحة تكمل ونأخذ بريك وعرف زي ما بتفضل دكتور إذا الوقت يعني ضايل شوي صغيرة تتخلص موضوع ممكن نستمر شوي بعدين نأخذ البريك بس إذا الموضوع مطول ممكن نأخذ البريك هلا خلينا نحط موضوعك نمشي على أوكي كمان شفنا نفس الفارق والأكيرسي إذا نطلع بكل البيوغرافيز يعني نحن نقول سلايد 46 ها؟ إذا نطلع بكل المحدثين هم الفري ما رح يكونوا طبعاً هون نطلع كل محدث يكون الفري ندور عليه طبعاً كل البيوغرافيز اللي عندنا هي كنت بعرف إن أسمع. أنا صرت فيني عارف إنه هي اسمها.
بتعلم I go I learn it I learn the new هي source number one is any problem مثلاً في كلمة ما كنا متوقعين ما كنا متوقعين أبداً إنه يكون بنروح في الحديث أو إنه هي نما مثلاً نما فلان عن فلان نما يعني أخبر معنى الأخبار فما تعلمنا كلمة وزدناها على نفس إنه هذه الكلمة معناها أخبر في مجموعة من الكلمات قدرنا نتعلمها بالنصوص العامة والبرسيجن بالصناعة كانت البرسيجن بالصناعة كانت سو كمان هذا جاي من الفاكت فمش بس الصناعة يعني لما كان الستركشر داتا اللي هي الصناعة ساعدتنا لأنه فيها فريكونسي اوف نيمز جايين ورا بعضهم بشكل عالي ساعدتنا مجموعة منهم ساعدتنا نعمل سيجمنتيشن للحديد لكتب الحديد ساعدتنا نعمل تشينز كمان ساعدتنا نتعلم هاي كمان إذا بنزيد على نفس كمان بصير دقتنا بريك الصناعة بالأصل بالأصل كمان أعلى ففينا نعمل كبور من وان انتريشن بس وهوبفلي وي ريتش بوينت وير يعني وي ساتوريت انه قدرت على الاكيورسي بس بس كان في المنتج سو طبقنا نفس الفكرة على على البريكتيكال طبعا بعرف نفس الحالة برام الله فلسطين عنا بلدان في عنا قانون بيسموه سنترس مجرد مثلا حدا بتوصص واحد من طائفة معينة أو مدين معين لازم يوصل شخص ثاني من طائفة لازم يكون في معادن بالوظائف وغيرها ف طبعا هون كيف يعني رحنا هون بديت يدفعونا اشتغلنا على حديد لازم يكون اشتغل على مي طبعا نفس الفكرة على البيت ما عرفت المفروض انه هاي تعبتوا يا فتعبتوا كثير يا أما لا ما سمعناك بس ما فهمناش آخر جملة احنا عنا طبعا التوظيف لا مش على الطائفة يعني بس ما سمعتش كيف تستعملوها لإيش ما فهمناش الابليكيشن لإيش استخدمنا نفس الفكرة مش نفس الفكرة استخدمناها لنستخرج العلاقات العائلية كثير بنصوص البايب بنصوص الانشيد يعني إذا واحد بيكون إخواله من طائفة وأبوه من طائفة ثلثينه بنحط على الطائفة الثانية يعني اتفاز جوه كل شيء واحدة من إذا بنروح مثلا نفس الشيء البايبل ومجموعة من النصوص هاي النصوص فيها قصص فيها إخباريات ونصوص يعني لها معنى بحد ذاتها وفيها ببيئتها فيها اخبار على العلاقات العائليه بين الناس. هلا طبعا مثل ما الاحاديث النبويه مهم استخراج هذه الامور للتشريع كمان بالبايبل مهم استخراج هذه الامور يعني يمكن حاليا بس تاريخيا كانت مهمه لتحديد المدين كان في قوانين مدينيه اللي هي من يعني الارجيومنتس يضعوا كيف المالك حتى لو باع المالك الأرض بس يموت الأرض ترجع لأبناء يعني إذا باع المالك الأرض بهاي الأرض بعد ما يموت ترجع لأبناء المهم كثير يحققوا الجيولوجي للعائلات اللي هي مش كل مجموعة هي الأخوات أبناء الأغنياء يعني خواص يعني فكان هذا دراسة مهمة يعني عم مهتمين فيها كثير ف طبعا واحد التلاميذ كان مهتم انه يشوف يعني ما مع التكنيك بتمشي على المدينة فالمفروض كان تمشي نفس الطريقة على الثقافة بس صار هاي سيسي مثلا تشوف انه عندنا كمان نفس الفكرة وهذه مواليدها ولد تاريخ حضرة ونعبور وعمان وهذا حضرة ومحاضر وهذا حضرة لا تاريخ هذا من الجينيسيس ماذا هرب تارك في أرض الجاني في كل الدنيين حتى لو رام نعبود حسنهم قاتين اسم الرات الرأي واسم الرات نعبود الملكة والطهران أبي المتوى أبي يسر في علاقة عائلية معقدة بين
هدفنا هو كمان نحاول نحط نفس الفكرة. نستخرج جنرال انفلونس سلايس في وقتي عنه علاقة اللي هي قلنا كل العلاقات اللي هي تعتبر فيها ممكن ريليشن هي كايند اوف سبوت. بنحاول نستخرج هي العلاقة بين الأسماء الموجودة عندنا بشكل يكون عندنا تعرف حران ومحور وأكبر من يمنعه ملكة هي لون شو لنا حول زراعي زرقاء موك وقولة هي وقولة حرام ومسكرية. إذا بدنا نستخرج هي في كمان مجموعة من الدوكمنتس فينا نبني كل الكريلة للجيوز سو في شيء غلط بصير في كل مفروض يبين عمل كل الكريلة أها. بعتقد تبين من هذا من الكريلة بس مبدئيا نفس الفكرة كمان نقدر نستخدمها من بعض النصوص السهلة اللي نستخرج الفكرة نتعلم كلمات قال وعم جاب in terms of the graphical يعني in terms of the edge relations يعني الخال هو عنده لبن مشترك ل خلينا ناخذ العم هو في علاقه دموي بينه وبين الجد. يعني اذا عندي لبن عنده باي عنده جد وجد عنده لبن ثاني هيدي العلاقه هي ثلاثه ارجل وثلاثه نوز واربعه نوز هي العم الجد والبي والابن. هيدي العلاقه بس تلاقي كلمه عم بتبني هيك علاقه برسم هيك علاقه بالجراف. بتعلم قيمة عام هيك مع نفس الشيء اللي خاطر يكون حاول ابني هذه العلاقات بكري وبتعلم الكلمات بس تعلم هاي الكلمات ما تصير تأكسد على هون. إذا بعتقد فينا نأخذ من هون مثلا استراحة أوكي في يعني إذا في أسئلة في حدا بحب يسأل في أسئلة دكتور جمال تفضل. شكرا يعطيك العافيه دكتور كثير موضوع. لا تعال نقرب على اللابتوب هذا حال يوسف الجزء اللي يعطيك العافيه دكتور فادي وشكرا لك كثير الموضوع كثير كثير قيم يعني بالنسبه لنا. دكتور انا بدي اسال اكثر من سؤال في هذا الموضوع يعني بالنسبه للحديث والسند والمتن. احنا مرات يعني بنشوف حديث مثلا بوصل السند فيها لثلاث صفحات وصفحتين وزي هيك يعني كنت على اساس انه نختصر انه نمشي عليهم كلياتهم. في بنقدر مثلا عندنا ويت معين لاسماء معينه موجوده في الحديث احنا ممكن نمشي عليها اذا وجدنا هذا الحديث ممكن احنا نقول ديزيشن انه هذا الحديث قوى او مش قوى. هلا خلينا نفرق بين شغلتين. الهدف من البحث هو انه نعمل تول للعلماء اللي هم سكولرز اللي شغلتهم يعني دينية او شغلتهم دراسه التاريخ الديني او شغلتهم يعني هم شغلتهم يقولوا شو معناها التاريخ. مش أنا شاطر أقول هاي كلمة معناتها أحسن أو أفضل أو صادق أو مش صادق. الفكرة بالكلام هذا كان بس لنعمل motivation للبرو. بس أنا مش شاطر يعني أنا ماني يعني ماني ما بدعي الفطن يعني شريعة يعني ما مش هذا. لأن فيهم يعملوا هذا الشيء طبعا. لأن فيهم يجي يقولوا إنه أنا مثلا لقي واحد صالح الحديث أو صادق أو مثلا ثقة يحط له رانك للكلمات للأسماء ممكن يعني المفروض أن يحطوا هذا الرانك. بعدين بدي استخدمش هيدا الفكرة بس هي كثير بتروح هلا في شغله قلتها مرات بلاقي اساميد اللي هي مجموعه من اكثر من صفحه مو ما بتكون من كتب هي بتكون من كتب المحقق بكون في واحد يدويا شاف هذا النص الحديث في اكثر من طريقه لروايته جمعهم يدويا وحققوا يعني ما بكون كل السند ما بكون سند واحد بكون مجموعه من اساميد مكتوبه في الفكره بكون حديث واحد المتن هو واحد او المتن المشترك من مجموعه الحديث عنده مجموعه
معي بصديقي هو جمعهم بمحل واحد حتى ينسحب على هذا يكون كتاب محقق اوريدي في حدا يضويا نشتغل عليه ومنتج كل شيء. نحن فينا نقطعهم ونراهم ونستخرج الشجره منهم بس هون يكون يعني عم نوثق المحقق اليد. هلا شو الحلو بالموضوع؟ فيك تيجي ترجع للنصوص الاصل اللي هو اشتغل عليها التحقيق اليد اللي هو انتج جهد قلم بيناتها بس هذا كان بده يكون شغل حدا سكول. ما في اذا وضحت الجواب على السؤال. اوكي في كمان سؤال بالنسبه للجاب اللي ممكن نلاقيه في السند، ممكن نمشي نلاقي الجاب في السند؟ لا يعني في الجاب، يعني انا ممكن البرنامج بتاعي يعمل ريزونينج لسبب الجاب مثلا، يعني اسباب الجاب اللي كانت موجوده مثلا في الحديث انه كان في حروب معينه في فترات معينه فكانوا يتوفوا او يستشهدوا بعض الصحابه وكان يصير في جاب، ففي ريزونينج معين انه هذا ممكن انه يكون انه نتيجه حرب معينه لانه في التاريخ معين صار حرب معينه، او انه لا هذا الجاب انه لا انه في مشكله هذا الحديث يعني نفسه. والله يعني الجاب يعني دكتور فادي يعني الجاب بتوقع موضوع مهم يعني نركز عليه في انه على اساس انه نشوف قديش مدى انه ترست هذا الحديث او لا. بالضبط. يعني انا ما عم جرب بس بموضوع الحديث يعني التاريخي للحديث، يعني عم جرب خلينا على الانتيتي والريليشن بس. يعني ممكن اذا في عندنا ابلكيشن هذا السؤال الفالد فيها ممكن، بس هون السؤال منه فالد لانه الحديث ما يعني بعتقد اللي صار هو انه في فتره بعد لما جمع القران منع كتابه الحديث لفتره طويله، هو اصلا الجاب باصل يعني من الاصل مش من الاصل بين الرسول هو ما حديث فتره طويله لما جمع القران فرقت الاحاديث لفتره يمكن رفع الخليفه عمر عبد العزيز لحتى بدا يكتب من هو الجديد. فمن هونيك ورايح في تقريبا 150 سنه 200 سنه اللي كتب فيها اصول المحقق. اوكي شكرا. هلا ما بعرف اذا هذا جوز بس لنفرض خلينا نقول احنا عم نجرب نعمل شيء. انا شخص انا سكول شو فيني انا مهتم مثلا بموضوع له علاقه بالارث وعندي مجموعه احاديث بتحكي عن الارث وتعمل هاي الاحاديث بتستخدم معناتها يعني انا بذهني بتستخدم معناتها بتؤدي الى انه احكم بفتوى معينه انه هذا الشيء حلال او هذا الشيء حرام او هيك لازم اصلا. فبيجي بتحط هيدي الاحاديث وبدرس صحتها مع بعض. فايش هون فينا نشوفها ما كان فينا بهذا الاسلوب. في هون مثلا في شخص الجراف بين سنتر طلع بسلايد مثلا في اشخاص ببينوا مهمين يعني مش مثل ما بتقول الاشخاص اللي بيكونوا سنتر للجراف. بقول اذا شفت فلان الفلاني مثلا يمكن كل هاي الاحاديث بطل موقف. ف ممكن فكر طيب وقف هو مثل بعمل وقف اناليسز على الجراف. حاليا الجراف الجوده اناليسز ممكن تكون عقيده فيرتسي شوف وين في ادجز عندها فريكونسي اكثر شوف هل في علاقه بين هذا الشخص والموضوع الحديث يعني مثلا في عندنا نكتب لبنان بنقول من اكل من بصلي عكا كما بحج مكه مثلا ما بعرف انه هذا الله اعلم مش مشكله يعني انا ما لقيته بس انه انه هذا موجود بالاحاديث واللي يرويه كان ببيع بصل يعني اكيد هل مثلا صار ممكن يعني يمكن ما تلاقي انه هذا الشخص كافر بس تلاقي انه مهنته لها علاقه بحديث الروان يعني يكون في موقف تدرس فانت ساعتها ما بتقول عنه للشخص انه ما بيكون شخص عاطل او ما بتتهمه يعني أكيد. بس بتقول انه الحديث اللي اعطاني اياه ما في بيستخدمه للمشكله يعني او لا يتلقحه لانه يعني هذا الشخص عنده غلط او ممكن يكون عنده غلط. طبعا يعني هاي الامور يعني كمان ما بعرف اذا هذا الكونتكست مقبول بالتحليل الديني يعني مش يعني انا بعطي افكار مش بالضروره يكون هذا الشيء يعني مش كل الناس مثلا تقبل باللي عم يقوله او ما عندي خبره ضيقه بهذا الموضوع بس بعرف انه اذا عندك سند وقدرت تلاقي انوتيشن تقدر تلاقي شخص ما انه كريدبل بالصلاه فيك تقول انه هذا الصلاه ما لازم يتم استخدامه بالتشريع. فهي مشكله اندستري هذا يعني مشكله هي اندستري
ثانيه يعني كمان انترستنج انك تلحق واحده الاشياء اللي كانوا مهتمين نعملها هون بعض انه نصوص الاحاديث يعني هي مش تحكينا عن انا ودكتور مصطفى عليها وبعدين نسيناها يمكن الله يذكرها انه نصوص الاحاديث فيها كلمات من السهل يعني نشوفها عبر الزمن يعني في عندك 150 ل 200 سنه مرقوا وهي الاحاديث عم تنحكى بطرق مختلفه يعني اذا انت بتروح على النفل الرابع من الشجره اللي عم تحكي عن نفس الحديث يمكن تلاقي مفردات ذات مستعمله بطريقه مختلفه ففي مفردات تغير معناها اللغوي عبر هون 200 سنه والحديث كرونولوجي فينا نتطبع على الشيء فيه مثلا هيك شيء فيك تشتغل يعني اذا انا عندي هيك تقريبا بقيت الاحاديث اللي هي نفس المتن قدرنا نلاقي نقدر نقارن على متن الحديث لانه انا عم يحكي عن نفس الموضوع بشكل عام هل في مفردات تطورت معناها اللغوي في مثلا نفسها مفرده ثانيه ليش هذه المفردات تطورت لغويا بتصير دكتور في كمان تطبيق اخر خاصة الفلسطينية لأنه بتعرف تشتت كل العائلات عبر دول يعني مش بس بالدول اللي حوالينا لا إشي راح على أمريكا وكندا والبرازيل وإلى آخره ففي في في انقطاع كامل يعني القرية اللي تهجرت في 48 كلها صار انقطاع كامل بين كل أفراد القرية والعائلة نفسها انقطاع كامل 100% مرة ولكن يعني كان في حدا عندي طالب بحاول يشتغل على الموضوع عن طريق الفيسبوك انه عن طريق الاسماء اللي نقدر نبني نقدر to detect something من البوست ومن ال يعني حكيت انا مره مع اذا انتم معنيين مع مؤسسه الدراسات الفلسطينيه كمان لانه عندهم كل الكتب فيها وكميه كبيره منها عندهم المحتوى يعني ديجيتال انه حتى تو ديتكت مش بس الاسماء والاماكن والاسماء الاماكن يعني واسماء الناس واسماء الاحداث لانه جميل ايه اذا بنقدر نعمل انسستري تري بين الناس وين وصولهم بفلسطين وين هم علقوا وين عملوا مايجريشن وبطلوا ببعض هذه على اي حال في سؤال اخر بس قبل ما نطلع يعطيك العافيه دكتور معك يوسف صالح بس بدي اسال بالنسبه للسيكوريتي والانفستيجيشن والانتجريشن ممكن نربطها بالتحقيق الجنائي مثلا ايه يعني حتى هيك سهل لك الموضوع في عندنا شغل مع الجيش اللبناني اجى شاف ضابط الجيش اللبناني شاف الطريق تبع الرسول والمحدثين وراه قال لي يعني نو اوفنس بس انت لقى الحديث طلع لك فيها الرسول والمحدثين اللي وراه انا بطلع لي رئيس العصابه والظهر في القياده للعصابه يعني هلا المفروض ناطرين منهم داتا سات اعطونا داتا سات بصراحه منها كثير عظيم بلشنا فيها يعني ما واضح انها منها حقيقيه يعني عم نجرب نشتغل احنا يوم نطلع منهم داتا سات طبعا انه ما فيهم يعطونا يعني كتبهم كبيره انه لازم نغيروا الاسماء طب دكتور فادي إذا بتسمح لي هلا بدنا عبد الجواد يحكي عليه كمان عنده سؤال وهي كيس يعني I would like to highlight it يعني بدي أحكي عبد الجواد هو بيشتغل مبرمج دو دي اي في سلطة الأراضي هنا في فلسطين يعني ريال كيس بدي أنا أعمل إذا بتسمح لي عبد الجواد أنا أعمل مفدد بتعرف سندات البيع والشراء هذه الغالبية العظمى منها كانت مانيوال ومرات بيقولوا مثلا ملكية الأرض لأبناء المرحوم فلان لفلان لفلاني ولما بيجي بالمستقبل بيطلع مثلا قرار محكمي بيكونش واضح يعني مش مربوط مع سجل السكان مع الداتا بيس اللي يحطوا فيه رقم الهوية بيحطوا فيه مثلا اسم مثلا مصطفى جرار او بجو حتى بجوز ما يقولوش جرار مصطفى جرار بجوز عندي اسم مركب اسم محمد مصطفى محمود جرار بينما مثلا يعني بينما مثلا في سجل السكان انا يعني في عده تسميات مرات للناس فلما بيطلع قرار المحكمه بيستعملوا اسم مش الاسم يعني الرسمي زي ما هو مكتوب في البطاقه
فهنا في مشكله حقيقيه، لانه لما بيجي قرار محاكم حجز على حدا او بيع او شراء بصيروا يبحثوا في سلطه الاراضي، بصيروا يبحثوا في الكواشين القديمه يعني الدوكيومنتس القديمه، بصيروا يبحثوا في سجل السكان، والماتش هون ضعيف جدا لانه اذا كان بس فقط سترينج ماتش. عبد الجواد بده يوضحها بجوز بشكل واضح. تفضل عبد الجواد. هذه مشكله، المشكله الثانيه احنا بنواجهها في سلطه الاراضي، انه طبعا بتعرف حكوا عن شغله الهجره، انه في ناس اوريدي ملاك بس خارج البلد وهم ما معهم رقم وطني فلسطيني، فبالتالي احنا بندخل الاسم الرباعي او الاسم الثلاثي اذا كان هو معطينا مثلا باسبور، بس بهذه الحاله ما في رقم وطني انه يحدد الشخص، فبنلجأ للاسم الرباعي. بس يعني انا ما بقدر اني احدد الشخص اذا كان مالك في ارض A او ارض B هو نفس الشخص اوتوماتيكلي، مثلا ممكن عن طريق طريقتكم انتم نقدر نحدد او نرسم اجراء او تساعدونا في حل هذه المشكله. على الاغلب فيك يعني فيك تعمل استراكشرال، يعني اذا متحضر استراكشرال ماتريك لمقارنه الاسماء وناخذ معلومات اكثر عن الشخص. يعني طبعا هذه الدوكيومنتس راح يكون فيها كلوز غير بس الاسم، يعني اسم القريه، اسم المكان، التواريخ، الاعمار. يعني اذا بنقدر ناخذ الاسماء فقط، يعني مثلا الاسم مكون من اربع اسماء على، وعلى الاغلب العلاقه بيناتهم الاسم الرباعي يعني هو اربع اسماء على، مع الاغلب العلاقه بيناتهم هي علاقه اخر الاسم على اسم العائله. الحمد لله. اذا دورنا على كل اسم لحال عملنا ماشي لكل اسم علم لحال، او طلع عنا حتى الانترسكشن، حتى الدوكيومنتس اللي فيهم الانترسكشن بين هول الدوكيومنتس، يعني بقيوا عنا الدوكيومنتس اللي فيهم الاربع اسماء. من قلب هاي الدوكيومنتس بدنا من قلب هون الدوكيومنتس اللي هو الاسماء قريبين لبعض بهذا الدوكيومنت. بعدين بدنا الاسماء اللي هي تتابعهم يعني تتابعهم مطابق لتتابع الاسم اللي عندنا، يعني تتابعهم بالنصوص بيشبه تتابع النصوص عندنا اياها مع شويه فلكسبيليتي، لانه مرات مثلا بقول فلان ابن فلان، مرات بقول فلان بيو ابي فلان، مثلا لفلان يعني ما بتقول، او بتقول مثلا فلان ابو فلان، مثلا ممكن تكتشف انه لابوه الارض لابوه مثلا ما انحكى انه هو رسعي. فممكن ما بدك يكون ستريكت بالرول للتتابع، بس تعطي رايك انت عليها، تستعمل التتابع يا مرضى. بعدين من هول الدوكيومنتس بتشوف يعني هذا لو هون حطهم كله اوتوماتيك. زياده على هيك بدك تشوف اسماء الاماكن، قد ايه اسماء الاماكن بفلسطين، يعني ممكن يكون عندنا نصوص عنها، يعني يكون اوتوماتيك في عندنا لكسيكون لها، قد ايه الديجيتايزد فيرجنز، قد ايه فينا مثلا نربطها باماكن محدده بمحاكم معينه، الانتيتيز اللي طلعت هذا هذه المحكمه اللي طلعت هذا النص، مثلا فينا نعرف وين هي المحكمه، محكمه اي منطقه، الدعاوى اللي تقدمت بالكتبها، يعني اذا عندنا هيك اشياء فينا نستخدم الكلوز لحتى نرجع نربط الاشياء ببعض. اكيد شغل انترستنج. طب كل المشاكل نحن الكود اللي عندنا اوبن سورس، يعني فعلا شباب فيهم يساعدوك يعني يبلش يشتغل عليه. يعني انا بفضل هاي الكيس في وقت اخر عبد الجواد كمان ندرسها بشكل عشان نشوف شو الداتا المتوفره، لانه انا بعرف انه الوزير تبعهم طلب انه هاي المشكله لازم تنحل، يعني فممكن نعمل لقاء خاص لها يعني. طيب على كل حال نتريح حسا دكتور فادي، وان شاء الله نرجع بعد خمس دقائق بتكون مثلا انا موجود ان شاء الله نحل اللي طلع. اوكي يلا.